من أخبارنا النهاردة، مصر تعزي المغرب في وفاة الطفل ريان. أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة المغربية الشقيقة حكومة وشعبا ولذوي الطفل ريان الذي وافته المنية، على الرغم مما بذلته السلطات المغربية الشقيقة من جهود حثيثة ومضنية في محاولات إنقاذه. العالم كله تابع على مدار الأيام اللي فاتت موضوع ريان، الطفل اللي وقع في البير على عمق تقريبا 35 أو 38 متر، الطفل اللي في الصورة ده اللي وجع قلب العالم كله، والعالم كله قعد متابع ريان على مدار أيام عشان نتوقع لحظة إنقاذه أو لحظة خروجه من البير، لحد ما تم إخراجه من البير بعد جهود كبيرة جدا جدا من الحكومة المغربية، لكن للأسف الشديد الطفل خرج متوفي. أنا بس عايز أقول على حاجة، يعني أنا بشوف أن الطفل ريان هو جرس إنذار للعالم كله أن هو يهتم بالأطفال ويهتم بالخطورة على الأطفال. وريان اللي وقع في البير في زيه أنا بقول عشرات الألاف بل ممكن ملايين حول العالم، أطفال بيعيشوا في مناطق خطرة، أطفال مهدد حياتهم كل يوم، أطفال بيعدوا قضيب القطر وهو القطر معدي، أطفال عندهم مشاكل كتيرة صحية كبيرة جدا. أصل البعض بشوفه بيتكلم بشكل غريب جدا، يقول لك اشمعنى العالم متعاطف مع ريان وما تعاطفش ما عرفش مع مين، وزي هو يعني ده هو الطفل الوحيد اللي في العالم مات. يا سيدي هو الولد خطف قلب الناس كلها، يعني بتاعت ربنا، يعني حاجة بتاعت ربنا، يعني ان هو يخطف قلوب الناس كلها، مش بس في الوطن العربي ولا بس في مصر ولا بس في أوروبا ولا بس في العالم كله من أوله لآخره. قعد أيام بتكلم على الطفل الصغير اللي إن شاء الله يطلع من الحكومة تقدر تطلعه من البير، لكن للأسف كل الجهود في الآخر الولد طلع ميت. اللي عايز أقوله النهاردة أن ريان ربما يكون إشارة للعالم كله، لقلب العالم كله اللي مختلف في الجنس واللون والدين، اللي قدر يتوحد ناحية فكرة التعاطف مع هذا الطفل، أنه يتعاطف مع أطفال كتيرة جدا في العالم كله. خلي بالكم من ولادكم، عايزين أنا بشوف موضوع ريان ده ممكن يعني ينمي بعد كده مجموعات أو أماكن أو مؤسسات الاهتمام بالطفل، مش بس الاهتمام بالرعاية، الاهتمام بالطفل من الخطر، الأطفال اللي ساكنة جنب القطر، الأطفال اللي ساكنة جنب بحار وفيش يعني في العالم، مش بتكلم في مصر، الأطفال اللي ساكنة في أماكن خطرة شديدة جدا. ربنا يرحم ريان اللي وحد العالم كله ووحد الإنسانية كلها. لما تكون إنسان تتعاطف مع الكل، اوعى تتعاطف مع بس اللي من دينك، اوعى تتعاطف مع بس اللي من عيلتك، اوعى تتعاطف مع بس اللي لونه شبهك، اوعى تقول ما هي فلان الجماعه الفلانيين ما بيتعاطفوش غير مع كذا ودول ما بيتعاطف، مالكش دعوه، انت انسان تتعاطف مع الانسانيه كلها، تتعاطف مع الانسانيه كلها، ولعل ريان يكون يعني جرس انذار للجميع. هي وجع قلوبنا جدا قصة ريان من بداية ما سمعنا الخبر وعرفنا ان هو وقع على 32 متر تحت الارض في بير صغير، كانت والده ووالدته حفروه وكانوا بيساعدوا ان هم يطلعوا مياه جوفية من باطن الارض. تخيل ابوه وامه اللي حفروا البير اللي توفى فيهم ابنهم للاسف. قصة كانت مؤلمة جدا، وكل الناس كانت بتتجه انظارها ناحية المغرب الفترة اللي فاتت، وكانت بتتابع وعندها لها أمل كبير جدا بعد كل المجهودات اللي قدمتها السلطات المغربية في إنقاذ هذا الطفل إن هو يطلع حي. الحقيقة فكرة إن البير كان مجرد 38 سنتي عرض، كان صعب جدا جدا إن هم يوصلوا للولد بشكل، كان صعب إن حد يقدر ينزل ياخده من تحت 32 متر. في واحد في اليوم الثالث قدر ينزل لحد 27 متر، ولكن ما قدرش ابدا ان هو ينزل لحد هذا العمق الرهيب الكبير جدا علشان يقدر يسحب الولد من عمق 32 متر. قدروا ينزلوا له بعد يومين، كان صايم فيهم من غير اكل ولا شرب، شويه اكل وشرب في اليوم الثالث، وكانوا بيتابعوا ان هو صحته اول باول لحد اخر لحظه، وكانت الناس بتترقب يا ترى هيطلع يعني في نفس ولا لسه. وللأسف بعد 10 دقائق من خروجه من البير أعلنت السلطات المغربية عن وفاة الطفل.
الحقيقة فعلا حاجة وجعت لنا قلوبنا، وبنناشد مرة أخرى العالم كله لاتجاه الأنظار، وإن احنا فعلا نهتم بقضايا الطفل بشكل عام في العالم.